جاءت فكرة إنشاء الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى عناية، لتتبنى عدة مشاريع لعلاج المرضى الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع المحسنين ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات الخيرية والمستشفيات الحكومية والأهلية للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تقديم التوعية والتثقيف وتوفير الدواء للمرضى. وتمثل جمعية عناية نموذجاً لربط العديد من المؤسسات، فهي تقدم خدماتها لغير القادرين على دفع التكاليف بالتنسيق مع المشافي والمراكز الطبية والمستشفيات وبالتعاون مع رجال الأعمال والمحسنين. وتسعى عناية لأن تكون الجمعية نموذجاً رائداً ومرجعاً للمرضى والمحتاجين والمحسنين ولراغبي التطوع في المجال الصحي وتقديم العناية الصحية الخيرية ومد يد العون لمساعدة المحتاجين والمشاركة في البرامج العلاجية والوقائية والتدريب والتأهيل. كما تشمل خدماتها خدمة الطبابة المجانية في المؤسسات العلاجية الحكومية أو الخاصة، في المخيمات العلاجية والعيادات المتحركة، والخدمة التمريضية للمرضى المزمنين والمقعدين ومن لا عائلة لهم، والخدمات الوقائية الأخرى. ضيفنا في هذا الموضوع الأستاذ خالد محمد الفقيه، وهو مساعد المدير العام للخدمات الصحية في جمعية عناية. مرحبا بك أستاذ خالد. حياكم الله. الله يحييك. خلينا نتكلم في البداية يعني بشكل عام عن يعني دور الجمعية، نبدأ عنها مختصرة إذا أمكن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمحي لي أن أتقدم لكم بالسلام والشكر والتقدير من معالي رئيس مجلس الإدارة دكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم وأعضاء مجلس الإدارة، ومن سعادة الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري المدير العام على إتاحة لجمعية عناية أن تظهر في هذا البرنامج الجماهيري المميز وأن تطرح رؤية جمعية عناية ونبذة مختصرة عنها لجمهور الاستديو. حقيقة كانت في الماضي أول منذ إنشاء الجمعية كان هناك مجموعة من رجال الأعمال ومن الأطباء الإستشاريين ومن العلماء هذا البلد الخير فكرة مساعدة الفقراء والمحتاجين. تعرفين دكتورة طرفة أنه تكلفة العلاج باهظة شوي نوعا ما على الفقير والمحتاج، فكانت فكرة إما إنشاء مستشفى أو مراكز صحية أو إنشاء جمعية خيرية. فاتفق الأعضاء أن يكون هناك إنشاء جمعية خيرية باسم جمعية عناية لرعاية المرضى عناية، وتم تأسيسه عام 1928. نعم. نعم. وانطلقت الجمعية بداية في أول مشروع لها كان مشروع نوعي وهو برنامج العلاج الخيري الذي يساهم في خدمة المرضى وتقديم الجراحات الطبية مع بالاتفاق مع المراكز والمستشفيات والمراكز الحكومية والمتخصصة. جميل. طيب أنتم ذكرتم أن الجمعية لها ثلاث مسارات، بدي أن تشرح هذه المسارات، شو المقصود فيها يعني؟ المسارات الآن طبعا الجمعية بعد ما أنشأت البرامج والمشاريع النوعية في بداية مشوارها وبعد ما أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رؤية 2030 كانت اشتملت جانب كبير من الجانب الصحة وتعزيز الصحة. المدير العام دكتور سلمان أطلق مسارات الجمعية على تواكب هذه التطلعات الرؤية، فكان المسار الأول هو مسار العلاج والتأهيل، والمسار الثاني هو مسار الوقاية، والمسار الثالث هو مسار التطوع والتوعية الصحية. البرنامج الأول وهو المسار الأول هي عبارة عن برنامج علاج خيري للفقراء والمحتاجين وإنشاء مراكز خيرية عيادات ثابتة والإمداد الطبي. فإحنا طبعا عندنا الآن أريد أن أستغل هذا البرنامج إن سمحتي لي التطرق إلى مشروع المراكز الصحية. إحنا عندنا أطلقنا عام 1832 مجمع عيادات الصحة عناية، وافتتحها معالي دكتور عبد الله الربيعي آنذاك وزير الصحة، وكانت في بدايتها عندنا ثلاث عيادات كان يستهدف علاج تقريبا من 700 إلى 1500 سنويا. الآن هذا المجمع يخدم ما يقارب سنويا مع نهاية 2016 أكثر من 28,533 مريض مستهدف. جميل. إيه نعم. نعم. إيه. طب خلينا نتكلم عن يعني بدنا نعرف كيف آلية التواصل مع الجمعية، هل في شروط معينة تنطبق على المتقدمين حتى يحظون بهذه الرعاية؟ طبعا هناك في آلية تواصل أو آلية قبول. طبعا الجمعية تستهدف المرضى الفقراء، أول شرط أن يكون هذا الفقير أو المتقدم للعلاج أن يكون فقير غير قادر لتحمل نفقات العلاج. الجمعية تساهم، طبعا كانت في بداية الأمور كانت الجمعية تتكفل في كافة مصاريف العلاج.
إلين 1435 بدأت الأعداد تزداد على الجمعية نوعا ما، والموارد المالية شحيحة نوعا ما. فالآن نحن نساهم مع المريض 50% شريطة أن يكون هناك تنطبق عليه شروط الجمعية، أن يكون فقير ومحتاج وغير قادر على تحمل نفقات العلاج، وأن يكون عنده تقرير طبي يعني لا يقل عن 6 أشهر، ويكون وضع المادي صعب، ويكون يعني عنده من المواطنين أو المقيمين، ويكون إثبات سائل المفعول، يدخل المعاملة حسب برنامج العلاج الخيري. جميل، يعني كم تأخذ مثلا حتى يتم الرد عليها؟ الآن طبعا الجمعية تطورت وصارت هناك تأسيس من بداية تطوير البرامج الخيرية. عندنا الآن يستطيع المتقدم الخدمة أن يأتي إلى الجمعية يدويا أو عن طريق موقع إلكتروني، عن طريق موقع عناية أو عن طريق حساباتها الرسمية في مواقع التواصل. المعاملة لا تأخذ أكثر من 5 أيام إلى 7 أيام عمل ليتم الرد عن أهلية قبول هذا المريض للخدمة. أنا ودي يعني ما أدري إذا كان الوقت يسمح. تفضل. هنا عندنا الآن، نحن الآن عندنا بشراكة كانت في حي السويد، حي معكال، المجمع القديم الآن موجود فيه. الجمعية الآن امتلكت ولله الحمد يعني مبنى في حي السويد، في برضو في غرب الرياض، أتاحت الفرص للعديد من المتطوعين، فتحت باب التطوع في خدمة العلاج المرضى. أنا صراحة أعجز بالشكر الجزيل لأكثر من 120 متطوع سعودي استشاري يخدم المرضى في هذا المجمع مجانا بوقته كل خميس وسبت. احنا نفخر في جمعية عناية ان احنا العيادات الوحيدة في جنوب الرياض التي عندها ما يقارب اكثر من 18 عيادة استشارية غير متواجدة في اي مستشفيات خاصة وكبيرة. جميل. طيب خليني اتكلم عن يعني اخيرا، عشان اكيد في مشاهدين يشوفون يبغون يتواصلون مع الجمعية، وش اسهل طريقة للتواصل مع الجمعية؟ طبعا عندنا الرقم الموحد موجود عندنا في المواقع التواصل، عندنا في حسابنا في تويتر، او عن طريق الاتصال المباشر عن طريق رقم الجوال الجمعية اللي هو 0558311100، وهذا خاص مع مساعد المدير العام الأستاذ عبد العزيز أبو عباه، وهو يقبل كل الاستفسارات والأسئلة أو طريقة الدعم. وده رسالة إذا كان سمحت الوقت، أنا المجمع عناية أخيراً، هذا أخيراً المجمع الآن هو في السويد، هو تم الآن تجهيزه، يحتاج إلى استكمال، هو طبعاً طور التأسيس ويحتاج استكمال هذا المجمع. أدعو كل التجار والمانحين ورجال الأعمال والبنوك كذلك لدعم الجمعية في هذا المشروع، ليكون هذا العطاء يستمر. نحن نستهدف في العام القادم لعلاج أكثر من 35,000 مستفيد من خدمات جمعية عناية. جميل، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد محمد الفقيه، مساعد المدير العام للخدمات الصحية في جمعية عناية. شكرا لك دكتورة، وشكرا لجميع طاقم برنامج الاستديو الإخبارية. نعم. شكرا لك.